الآن جاء موعدنا مع أخبار الطقس. وقفة أخيرة مع محمد عبد الله. إليك يا محمد. شكرا هبة وشكرا أدا. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس ما للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يكون الطقس لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 30-21، الإسكندرية 27-22، مطروح 26-20، بورسعيد 28-23، الإسماعيلية 31-20، إلى السويس 31-21، العريش 28-22، طابة 31-24، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 35-25، إلى الأقصر 34-24، أسوان 39-25، الوادي الجديد 37-22، شلاتين 35-25، وحلايب 32-26. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.